جيت على البايظ تن تن انا جيت على البايظ وبترقص والله. اي حته هتروحها في مصر اكيد هتتعزم على كوبايه شاي، ومن هنا جت فكره تي فور هيومانيتي مع نورشاك على كايرو سين. بنقعد مع فنانين عندهم رساله حقيقيه عايزين يوصلوها عن الانسانيه والبيئه. النهارده معانا اب وزوج وكايت سيرفر فنان. اتفضل يا داوود. ازاي تشرح لطفل عنده 5 سنين ان البلاستيك مضر للبيئه في 3 كلمات؟ لما بنلاقي حاجه في البحر انا وابني بناخدها معانا بره، يعرف ان هو ما ينفعش نسيبها هنا او ما ينفعش نرميها هنا او كده، ولا لا ما اقولش كده. وانا كده ضد البيئه ولا لا؟ لا بالعكس. صح. لو انت تبقى كائن غير بني ادم تبقى ايه؟ ده دوزي بقى بيقول لي كل يوم الحاجات دي، ويقول لي طب تبقى سمكه عايشه في البحر ولا تبقى حصان بتجري في الصحراء؟ قلت له طب حصان بيجري في الصحراء. قال لي طب والسمكه مش عايزه تبقى في البحر؟ طب يبقى سمكه في البحر. طب لو هيتعمل لك اعاده تدوير وتبقى شيء حدوه حصان. هم عندهم قد ايه؟ جميله 10 ودوزي 7 او 11 و8 لسه مش عارف. كام وكام؟ 8 وهيتم 7. اوكي. يعني ايه 8 يتم؟ ده بيصغر ولا ايه؟ لا هم 2. طب ايه حاجه حلوه او طيبه من وجهه نظرك ممكن تعملها لحد النهارده؟ انك تحاول قد ما تقدري تتعاملي الناس كويس، وحتى لو انت مضغوط، بالذات لما تبقي زي في مكان زي المهرجان ومكان عليكي ضغط كتير وتتكلمي كتير وتقابلي ناس كتير، بتحس شويه يبعدوا عني بقى. دي اللي بحاول ما تحصلش كتير علشان بتضايق. بس ازاي بقى تخلي بالك على نفسيتك انت من غير ما انت تروح بقى تتعالج بقى؟ ما هو بعد ما تخرج. طب لو كائنات فضائيه نزلت الارض هتشرح لهم وضعنا ازاي؟ حاسس ان ممكن يبقى عندهم شبهنا كده. تفتكر عندهم نفس مشاكلنا؟ وكل حاجه هيجي لك واحد يقول لي يا عم علي اقساط يا راجل. طب لو اكتشفنا ان في كوكب تاني عليه بني ادمين زينا بالظبط، تحب تقابل نسختك التانية؟ ولد ولا بنت؟ زيك بالظبط. انا بالظبط طبعا احب. طب تسال نفسك ايه؟ هقول له يا عم انت اللي جابك هنا. انت فين يا عم من زمان؟ ما تيجي كده وانا سايبني لوحدي ليه؟ ايه 3 كائنات ممكن تنقذهم؟ ناخد الحصان زي ما اتفقنا اكيد، ناخد دولفين شكله حلو برضو ايه، وان شاء الله يبقى دولفين طيب، ناخد جاموسه او بقره ولا لا؟ عشان تاكلها ولا لا؟ عايزينك تغني اغنيه بتعبر عن الإنسانية من وجهة نظرك دلوقتي. جيت على البايظ. جيت على البايظ، مش فاهم يعني ايه جيت على البايظ، بس هي بتعبر عن حاجات كتير، فأنا بس نفسي أسأله يعني ايه جيت على البايظ، بس هي عجباني. دي بتعبر بالنسبة لك عن لا ولا حاجة، ما أنا مش فاهم.